نظمت المنظمة الولائية لحقوق الإنسان مكتب أم البواقي صبيحة أمس قافلة طبية تجوب المناطق النائية مناطق الظل بسكيرينا وواد نيني وجبل تخمة بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية وبحضور الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان بقسنطينة السيد عجاب فوزي والمكلف بالعلاقات الدولية بالإضافة إلى حملة التعقيم وتوزيع الكمامات بمشاركة السلطات الأمنية وهذا للتحسيس عن وباء كورونا والفحص الطبي للمرضى والمرضى المزمنين. عمري 55 سنة لا واحد طبيب وقف أنا من حيث 55 سنة لا واحد نشد قال كانوا مرضى أنا أو تحت منا ربي متوسة أنا قريبة وتبي ما نروح الوحدة أنت عندي لازم يتفر متوسة في الموت وهنا كل مقفولين لفظية مسكرين لا دواء لا هذه لا هذه البلدية أنا لمجي عمري ما تحل ولا تشف لا ترق الطرق هزوا راحوا اللي خطاته الكريا نتاعو ولا طوموبيل وما يمشيش الطرق هزوا راحوا ما بقى لنا شيء بارك الله فيكم وربي يفرحكم ان شاء الله اول مره نشوف قافله الخير الوطنيه هذه نتاع حقوق الانسان الجزائريه نشكركم الف الشكر وبارك الله فيكم وربي يحييكم ان شاء الله كيف جبتونا اليوم اول استقلال في هذا المنطقه هذه اول استقلال اول نهار من استقلال لا واحد وقف هنا من صحافه ورجال الدرك نشكركم الف الشكر وبارك الله فيكم وربي يعطيكم ما تمناه ان شاء الله جلو
ها زاد لاباس عليك. زاد لاباس عليك. زاد لاباس عليك. ما كتر ما فيش لحمة. مفيش ما فيش. ما فيش. ومن بعد بدا يزيد في راسو. كانوا دو ميكرو من خرج الماء. هي خدمة نسقسيك على اللحمة هذيك خدمة اللحمة هذيك. هذيك تحب عملية. كان الميكرو نعاودو. أنا ما عنديش على مليون. ما قالولكش على فارف ولا حاجة. ندير زوج. ندير زوج. إيه. أكتب بها فيهم. إيه أنا باخي نكتب بها. هما غالبا كان عندهم وقت يكتبوا تشوف بها. إيه هادي ما بليك كونترول. هادي كونترول. هذا ما غاديش. كان راسو كثر منك دوكا وحسن. أحسن شوية. كان كثر. كي درتو لافارف. كي درتو لافارف. إيه. أستاذ هذه أستاذ هذا عنده طفل عنده طفل معوق هذا إنسان مش خدام هذا مثلا في سرد المنظم راه قاعد يعاني من المعاناة يعني يعاني من معاناة كبيرة والمعاناة هو مش إنسان مش خدام والطفل هذا لازم له داد عنده دو فار في دماغه نطلبوا له الشفاء إن شاء الله وعنده دواء يجي فيه من تونس كما همش يعني محسنين اللي يعاونوا فيه السيد هذا مسكين راه هو عطاه ربي ربي اللي قاعد يمشي معاه نعم نطلبوا نديروا نداء للمحسنين اللي بغى يعاون الانسان الطفل هذا راه باباه مش خدام الانسان هذا عاونوه على وجهه الميت في الرحمن هذا وتفضلوا شويه تهرى غير ما عندهاش تلفزيون تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يس. يداوي خلاص. كان باش نبغي غير يداوي وخلاص. هذا هو المشكل تاعو. والدواء تاعو كي يجي فيه؟ يجي فيه من تونس. الدواء نجيبو من تونس هكا عندو لي كونترول تاعو تقريبا كل شهر. الدواء. دي كونترول تونس ولا تديه وين تديه؟ عندو لي كونترول تونس بعدنا عندنا. وانا نريد نشوف انا هنا كمنظمه حقوقيه انا قاعد نشوف لي سونتر سونتي القائد العلاج راه مش كاين ما كانش وكيفاش اللي كيصير السطر وانت ديالك؟ كي سواني هكذا ولا سخان ندير نتوسا 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 خاطر واش هو السبب تاعك انتم؟ حنا نشكر السلطات اليوم اللي داروا لنا هذه المبادره الطبيه في الجهه تاعنا هنا بلديه ودنين احنا بلديه من كوبا عندنا المستوفى هنا لانجي مش تجمع راه مسكر طول حتى اللي يقدر عليه ربي برا ما يداش نطلعوا لنتوسا ولا نطلعوا لعين البيضاء حنا الجهه اللي عندنا حنا كل ما كانش حنا تحت الكمرير ما تلقاش وين تدير حنا الدوله واحد ما من رئيس بلديه وروح من نهار وين دم يشوفونا في فوت فرات حنا منسيين هنا الجهه اللي عندنا حنا وشكرا اليوم شكرا للقبل هذا على هذا التضامن معنا ها عندك الرتكه جيك الرتكه سعيد دوخه الرتكه ايه ما كانش عندي الدوخه بس حالتك ما كانش ما عندكمش لامجي هنا تهزي ساعه على ساعه لا طونسيون؟ لامجي قريب ولا حاجه تهزوا لا طونسيون تاعك؟ لا ما كانش هانين من الغدا راح لادنين هي باش تهزي تعاودي تهزي لا طونسيون عاودي هزيها عند لافارماسي خطرك عيد راه ما عندهم راه كاين عند لافارماسي تهزي ما كانش ودني لي الكل ايوا دري لي هذه قبات عندك كنت ما تقرص كنحله ولا عندك الحساسيه هذيك تاع الصدر ولا كعبه واحده كعبه واحده في النهار كعبه واحده ومش ديما بعد الماكله ولا قبل الصباح ما يهمنيش الماكله الصباح شتي قرصات كنحله ولا شتي عندك العطسه هذيك تاع الحساسيه شربي كعبه واحده قال لي نص نهارك هنا هاي واحده باش ما تنساش واحده ربي عيشك مربي عينك وكي توالي غدوه تروحي هزي عاودي هزي لا طونسيون عاودي هزيها الله يهضر معاك روحي روحي هاي هاي نعطيك التليفون اروح شوف دير دير هكا ربي هاك نعطيك هذيك 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 هاك منيح منيح هاك 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 هي اللي تحبس الفرجي خلاص دوخ باهي. هي بعد ما نتاعي كنت راح نبدا فيها.
وشوف الوضع انت اللي بعدا تشوفها وعلى بان لو جيت انا ما عرفوش انا انا جات هنا غير هو اللي جا غير من انا انا بان انتم على انت خو خو بن انا اللي انا على بلاد الوضع انت جبتهم بالعاني باش تقول لهم الهضره هذا كل كل الوضع اللي يخشى اخر شوفوا عند ولد ربي الاول والولاد بيقولوا أنا عندي خالتي جاو هنا قلت لهم خالتي بعدين خالتي أنا على بالي جيت جاو وقلت لهم ودي عندهم الحق بابا وقلت لهم ولادي وقلت لهم ولادي بلاش غير روحوا جيبوا لهم الحليب قالت احنا ما ضررنا انتم الحمد حق بابا حق بابا الله يعطيه يعني نضرها قدام ربي وعبادي ما نحبوش يعطيه حق بابا باش يكون خوتي يا صالح انا حق بابا نحب حق بابا راح نجيب نقمر للولد يصير حتى طفل كبير يجي يعني بس باش والله فوق شهر احنا والله يعني بينا ربي واني كنت بلادي نخرج يعني طفل كبير قلت له غير روح جيب لي طونابيل يجي مور طونابيل يهزني روح نشكي ما بنعرفش بزاف اللي يفهم وليش يوم بلادي بلاش انا بشوف انا باش ربي العين هذه هو عندي كثيرين والله يمكن من كل المحسنين اللي قاعد يسمعوا فينا ويشوفوا فينا العين هذا راجل راه مريض مسكين وما يحبش يقول لكم انا ما تعاونيش في المرض تاعي عاونوني وكلوا لي البلاد تسمع الهضره هذه راهي كبيره خلاص سمع في روحه على جلد ولاده نطلب السلطات ونطلب المحسنين العيلة هذه راهي في كيرينا يتصلوا بنا احنا كمنظمة نوصلوه للعين المكان المهم المعانة برك المعينة ان الله لا يضيعوا شوف الولاد عقلهم هو تيك عرفت له السخانه كي كان صغير طاح من التركتور طاح على الارض طاح على حجره مرض بالسخانه ومن بعد كي ديتو عام الاول بعثني عند واحد هنا في البيضه شي باني تاع راسي قالت لي واحد الراديو هذا راديو تاع راسي 250 قالت لي عندي واحد اللي يخدمش مليح هذا السكانر الكبير خاصه ليرام ليرام نادي فادي ما عنديش انا ندور تعطي لي الدوايك باكين هذا تيمشي به هذاك تاع الصرح 27 قلت لك كنت لازم راديو باش نفهم كي ما نجبدش هذوش هذا مش عطاك الدواء دو اخرين تاع عروق تاع الدم ما كاينش انا عطيت له دواء باكين هذاك ان شاء الله شيء بني هي شيء بني صح هي فين هو هنا بعد اللي بنت خاسمه وعجل لي بعدين عنده بعد هنا هو قطع
الورقه اللي قالت لي بها بديتي هنا ولا ريحت انا علاش؟ عطات هذه هي هذا في زوز تاع 80 درهم. هذا هو الطبيب تاعو اللي يبدل له الدواء كل شهر شهرين. قلت له دي عنده وقول له كل شهر قريب من كان يبدل لك الدواء. هذه كوردونونس برك يبدل لك. انا هذا الطبيب اللي يتبع فيه هي شيبان. هي هي شيبان. انا عجال هذا هذيك تاع البيضاء. تاع البيضاء. ماشي هو الدواء ردتني عندها هو العجال هذا اللي يبدل لي الدواء. هذا الدواء تاع نعم لا سفيان دقيقة برك هذه ما تقسم ما تحت الظل هذه مش في الارض عايشين من الحيوان تحت الارض يعني شوفوا انه اسمها شوفوا عايشين في زريبه عايشين في زريبه يعني كارثه كبيره يعني راكد راكد مع الجيش والاخر راكد مع الغنم اي هذه كارثه عظمى خاطي هذه احنا في العائله تاع الكريمه احنا في العائله تاع الكريمه هذه عندها عملية في السبيطار قاعدة جبتها من عند الصبة هاي من عنابة هذه وولاد الطرف قاعدة ما لقيت لمن المثل لا حياتها لي من تونادي بارك الله فيكم ونشكركم هاي عتلوين هاي صاحي اصبر شوية بردي بلوتريتي هم اصبر شوية بردي شوية بردي شوية بردي شوية بردي كاسبر اصبر بردي خرش 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 خر